وحين كسو دحجرني تاريخ دي رسولك عليه الصلاة والسلام وحن سوغرني صبر شتى لمواجهة الدعوة دروغ دي كالدوني اي دعوة اللغوه ارتغيي دروغ دا او اللي مادين قارد قريش اينو برنيني دروغ دا دريق افراد اينو كل دحجرني كاسو النقاش والجدال دوض يمورن إني فرين قاردي إي لدو ديان رسولك عليه الصلاة والسلام سيحقي وبينيان وحان صبرن إني آد وقد دوضين إيش السوصارك لما شاد كدب لا السوصاري إلا قاركود إيكو قبيين حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمرو نرال كدب دمشق كدب السوصاري واشي كدي قرافي لذين يا أم عمرو معناه وحي بيرين ايان ذاتك دي دنتان إن لسوصاري دونو مركالك وحان كسو برني الله سبحانه وتعالى إنو اجواب قال ذا بيرين ايسا السوصار أنواع من الردود وأما الاستبعاد العقلي فغيشي عقلها إلي مادين معناها أي فغيسان أيان إسي سوصار عقل أهانتي استعمارين جوابتي لقبهي وأما الاستبعاد فغيسي ميا العقلي عقلها إقالة اللي مادين ومعناها أي فغيسان أيان إن لإسوصار الدون عقل أهاني كديدي فقال وحيري الله سبحانه وتعالى ردا ردين عليهم دشود وكل ردين في ذلك أرنكا مركي عقلي وذا أدك سدين الله سبحانه وتعالى وحا إلى سقو ردين أيا أأنتم ما أدنك أيا أشد درا خلقا أبور أم السماء أم السمد بناها الله سبحانه وتعالى سمد أسقال اسم معناها عقل جودة أي أدري السدين قفل انتيو بابا أي إنا لسو ساري استبعاد عقلي لي مالين الله سبحانه وتعالى مركوا أجوا أبوح كيري بل فيري سمضى أبور كيدا ما أليك أدران أبور مثل سمضى جوابته حوهي سمضى أدران الله سبحانه وتعالى سمضى سقى أبوري الله سمضى وينيد بضان أبوريك وما عصلا إنو أذنك إلي صون وليو إلي صعيدي معناه واسدا وأما الاستبعاد فغيسك ميا العقلي وعقلها فقال وحيري الله سبحانه وتعالى ردنا سقو ردنيا عليهم دشو ذا قال في ذلك أذنك كر ردنيا أأنتم ما أذنك قالوا أشد درا خلقا أبور أم السماء أم السماء بناها الله سبحانه وتعالى سمضى وأبور السيد الله سمضى أبور أي السيد ومتك أبو ذا مكالمتان إنو ذي صوصاره وقال الله وحيري سبحانه وتعالى أولم يروا مييسا أركينين أن الله الله الذي عليه إنو يهي خلق أبو ري السماوات عرريال تضبع والأرض يدلك ولم يعي كمان الدارين الله سبحانه وتعالى بخلقهن أبو الكوذة الله أبو رعير الريال يدل أنا كدار أبو رعير الريال يدل مييسا أغين بقادر إنو أبوذ على أن يحيي الموتى إنو النور يقوى لنتي بلى اسكبت دايها الله سبحانه وتعالى وأبوذ قوى لنتي إنو صنع نوري إنه على كل شيء الله شيء والبدشي قدير متك كارس بدنوي مرك عقلك إدريسدين أيها اللو جواب مييسن أغين الله أبور عير ريال دولك أنا كدار أبورك عير ريال دول مييسن أغين إنو أوضو إنو النوليو كوالنت اسكبت دايها الله سبحانه وتعالى وأوضا إنو النوليو كوالنت شيء والبناء اللو أوضا سبحانه وتعالى وقال الله وحاول سبحانه وتعالى السقور الدين يقال ذا ولقد علمتم وحا طبه إن دوغاتين قالوا
النشأة أبو ردي الأولى وريسي فلولا تذكرون مادوان سنتان الله سبحانه وتعالى إنه مركي هوري دي أبو ريبوات أكتهين إذي كابو ري نطفة شهو كدبنا وكيير علاقة ديك حنجرة كدبنا وكيير عد هريبة كدبنا أبو الكينا أوسم الله سبحانه وتعالى الله صدا إذي أبو ريبوات دي أسكمي واد أكتهين إنه أووضوه إنه مركي ري دي النولي مادوان سنتان واد وعيقاضتان ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وقال الله وحده سبحانه وتعالى سقوا الجواب قاردا كما بدأنا سدي أين أب اللوني أول خلق أبورك باللوغيسي أيان نعيده صعيننا وعدا بلنقادوا يعلينا دشيدا هذا إنا أنه كنا وحنا فاعلين كويسو بنيا عقل قد وحو تصيني السوصار كبينيان الله سبحانه وتعالى وحو سيدي أن أب اللوني أبورك باللويسي أيان أسعرينينا وأنا بلنقاه دوشا يضاء أرين كان واسوبينينا السوصار كواحق كما بدأنا سان أب اللوني أول خلق أبورك باللويسي أيان نعيده أسعرينينا وعدا بلنقاه علينا دوشا يضاء إنا كنا أنه وحين أهين فاعلين كوي أرين كاسو بنايا وذكرهم الله وحو حسوسية قال هذا ما شيء هو صقبة معتاد لقرني لديهم أكتودة شيء أكتودة معروف كوا الله سبحانه وتعالى حسوسية وهو أرين كاوحوي أن الإعادة السعرين أهوان إني فلات بضنت عليه دوشي الله سبحانه وتعالى إلى فرده معناها ويقرني شيء مركي إلا بالله يمركي للسعرين أيو إن أي فضده هي مركب للسعرين أي وهي أذكتها مركب الله باللاوي الله مركب باللاوي أبورك كمعس لسبحانه وتعالى سعرين وقال الله وحي رجل وعلا مركب بيننا يان إسي سوصارك أفعينا ميين كدالني بالخلق أبورك الأول هرين بل اسكبدائي هم قارض مشركين تا في لبس شك لحلي أيهين من خلق أبور إكشك سيهين أبورك أو جديد عصب الله وحورنا يا ما مركي بيننا يا نسي صوصارك ميان كدالني أبورك هرية كما أن داريني وان أبورني قاردنا الشك أي كسوغيهين أي كشك سيهين أبور عصب أفعيينا ميين كدالني بالخلق أبورك الأول هرية بل اسكبدايهم أيهو قاردون في لبس الشك لحدي أيهين من خلق أبور أي كشك السيين أبورك أو جديد عصب تامرك وحي أهاد ردين للردين أي استبعاد كي أي لي ما دين وها الاستبعاد العقلي وأما رسالة النبي نبي رسالة دي سيمية صلى الله عليه وسلم فكانت ويؤهد لهم قال هذا حولها رسالة النبي هريره إذا شبهات وحيابة يقول تقيان الشبهات مع معرفتهم أيضر لقبا قرشدو ذا إيو اعترافهم اعتراف كودا اعتراف سيهين بصدق النبي النبي هنتيس صلى الله عليه وسلم إيو أمانته إي أمانة ديسا إيو غاية صلاحه إي هقاقي سهل كأودن بيس إيو تقوى وعبس ديسا أيغو أغ نبي عليه الصلاة والسلام إنو رشيغي أو آمية صلاحي سنة أغ أغ نبي إنو حق الله يو أيها دنا رسالة دي سواحي كفدي شبهات أي قهر تغيان وأما رسالة النبي نبي رسالة دي سيمية صلى الله عليه وسلم فكانت ويوها لهم قريش حولها رسالة هريره إذا وحوها شبهات شبهوين أي قهر تغيان مع معرفتهم أيضو للقبا قرشدو ذا واعترافهم يقردو ذا إقريان بصدق النبي النبي هنتيس صلى الله عليه وسلم وأمانتي يا مانديسا هي وغاية صلاحه هي هجاجي سهل كوقدم بيس إنه يهاي مد وناكسن آمن رنشي جي أيه أوك هي وتقواه وعبسديسا وذلك أركا وحوي أنهم قالوا كانوا وحي آين يعتقدون قوة اعتقاد سن أن منصب النبوة جهذا النبي النمو هي والرسالة فرينتا أعظم إني كوني بضنتهاي أو أجل كوين تهي من أن يعضى إن لصي لبشر بشر شبهات كي كانين ضد حوقا كشك جريان وحوي
وعيرهذي نبي نيمو يفرين إنه إلهي صوت ديبو أري سهلا معنا الله سورة قلنا معنا الله إن آدم لو صوت ديبو بشر لو صوت ديبو سيمرك محمد وبشر أهو أن نقان هالكو كل شيء يهالكو قصوك بربارين رسول أنه قنكر آي الله رسالة ضاب أريكا كوين هديب إلهي رسول أو نو صوت ديرايا ملائقو صوت ديرايا أو سمدا الله كينايا لكن بشر حافظنا لدقنا أو أن نقان رسول من نقنكر وأريكا حقا ضدك كشك قريين لكن ما أيسان في النبي محمد إنه يا رشوش متكو قدام بايا أنبيالي اللي صوت ديرايا لن بشر يا هاي رسوش إلهي صوت ديرايا لن دماتو البشر ويولا قراني قوم كودا marka waa ay garanayeen ayaga laga soo dhex saaray sida nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam quraysh looga soo saaray taas ma isan fiirin waxay islaan tan xoga waa socon kartaa shubahaad kan ku fura dadka say u kala yaacaan wadaalika arinka waxa weeye shubahaadka macnaha ay ku fureen daacwadi rasuulka kaleey salaatu wasalaam risaaladi nabiga annahum ayagu quraysh kaanu waxay ahaayeen yaa'tariduna kuwi i'tiqaadsan أن منصب النبوة نبي النمدى الجغد هذا منصب كذا والرسالة يفرينتا لو سوديبي أعظم إني كوينتها وأجل كوينتها من أن يعضى إن لصيول بشر بشر وحي إلى ذي فالبشر بشر آدمي لا يكون من نقضى رسولا رسول وهي النبي إبراهيم حوها وحي إلى ذي والرسول رسولنا لا يكون من نقضى بشرا بشر حسب عقيدتهم سلع عقيدته ذا فلما قرت أعلن أو إعلان صدي أو كل واقعي رسول الله رسول قال صلى الله عليه وسلم عن نبوته النبي مديسا ورسالته يفرينتي سلاهي أسوديبي ودعا أمنا يار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان به إن لرمي النبي مدى تحير المشركون مشركين تي ويرين وتعجبوا ويابين وحير هذا المحوش أصغوا بشرا ميول لي رسولنا أو نبينا تحير المشركون مشركين تي وريرين وتعجبوا وليابين وقالوا وحير هذا أيقوا الدعائرين النبي عليه الصلاة والسلام ما لهذا الرسول رسول كان محا أسوا محا كل عين يأكل عني الضعام عنتظر ويمشي وريقه في الأسواق السغيدة وابا أنه وكردين عنتو عنا سغيدة نرجوغا مركز لي رسولنا يا كانوا كلارك لي oo waa maxay waxa leeyahay hadii rasuul la soo diray malaa'iga la soo diri laha oo aan cunto cunin oo aan suuqida wareegin waqaalu waxa yiraahdeen ayagoo la tacajubaya maali hada rasuul rasuul kaani maxaa usugan yaakulu cuna ya adcaama cuntada wayamshi socana ya fil aswaaqi suuqyada qaala allahu wuxuu yiri tacaala sirriyi bal iska badaa'i gaalada quraysh cajibu way la yaabeen أن جاءهم إنو أيمد أيه لا يابين منذر ديجة أو منهم أيه كمدا مد ديجة يو أيه كمدا أيه كذا شيء إنو أيمد لا يابين فقال الكافرون قال ذي وحى أيرادين هذا كني شيء شيء عجيب لا يابله إن ما تمد أنك نجمدا أو يراد رسولنا هاي ووح لا يابله يرادين وقالوا وحى يرادين قال ذي ما أنزل الله لكم مسود جن على بشر بشر آدم من شيء شيء الله لكم مسود جن إلهي بشر حكم مسود جن يا الرومين يا ورك محمد لقاذن وقد أبدل الله اللوا بريء عقيدتهم عقيدته ذا هذه تنيئة تنيئة من سين وآه بشر رسول من نقنكره إلهي سبحانه وتعالى وكبرية وقال الله حيري ردنا صور ردنا يا عليهم دشوا ذا قل له النبي محمد هذه إشكال كلي مادين والجواب قل واحد هذا النبي محمد وأدينك ديدا بشر إنه رسول نقضاه من أنزل يا سود جي الكتاب كتاب الذي كتابك جاء به موسى موسى أليم نورا حاله يهي إفتين وهودا حاله يهي هنون للناس لك أسوغا مرك ألكا بحاك أسوغا نبي موسى الله سبحانه وتعالى كتابك سود جي نبي موسى لمحوها بشر وها وقال الله وحوري ردنا سور ردنا يا عليهم دشوا ذا قل له النبي محمد من أنزل يا سود جي الكتاب كتاب معناه كتاب كتوراد الذي كتابك جاء به موسى موسى أليم نورا حاله يهي إفتين وهدى حاله يهي هنون للناس لك أسوغن وقص الله وقص عليهم دشوا ذا قصص الأنبياء أنبياء قصوين كوذي والرسل رسوشي ومركات في رسالة سورة ذا مكي
إن بدن واحد لوجا شيء كي رسوش يهار مرتاي أنبياء يهار مرتاي قصوين كودا يجي يومادي دح مراي سيد سورة القمر وكرائي ولا شيء كي أنت واحد للدنيا يا مركا إني جرو صدان إني قلديهين والله سبحانه وتعالى رسوش أصلاد رأيو إذا يهاين بشر نبي محمد نقوى وكمديه صلوات الله وسلامه عليه وقص الله وقص عليهم دشودا قصص الأنبياء أنبياء قصوين كودي والرسل رسوش وما جرى وحي دحمر بينهم دحذو ذي وبين قومهم قوم كود دحري ومن الحوار شكاء وأن قومهم قوم كودان قالوا إن إرادان إنكارا أيوه إنكرايا لرسالتهم رسوش على صدر رسالة ذو إن أنتم أذيكم متهين إلا بشر بشر مويان مثلنا نو كراء معناها قال هذا أن قريش هذا الكوها اللين قال هذا هو رسيب وكوها اللين ورسوش ذو وحي كورانيين إن أنتم إلا بشر مثلنا متهين أذيك إلا بشر أنه كراء مويان حوانا مدانتان الله سبحانه وتعالى وحي يري قال ذو حي يتري اللهم أيها يكتري قال هذا رسولهم رسوش ذو أيها كتري إن نحن أنه منهين إلا بشر بشر موياني بشر كأو مثلكم أذيك وكراء ولكن الله سيشي الله يمن وكوغل ذا استعلى من يشاء عدو دون الدشي أو من عبادية دون مكي سكمي معناها قول ذي هوري مركي يرادين رسوش ذي يكون يرادين بشر أياتين رسوش جواب أي بحيين وحي يرادين واسح أنه منهين إلا بشر أذيك وكراء موياني حسنا يا شيخ ماذا دارنا ورسالة إلهية نودي بسبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنا عدد دونه كوجل ذيستا رسالة وادمك سكمدا بشر وانهاي لكن إلهي سبحانه وتعالى يا نسي درجة يعني رسالة قارض وحي تري اللهم قارض أي كتري رسولهم رسوشه ذي إن نحن رسوش يا أرنيس إن نحن أنجو منهن إلا بشر بشر مويانه بشر كأو مثلكم أذكوا كراء ولكن الله سيشي الله يمن وكوجل ذيستا على من يشاء عدد دون دشي أو من عبادي أدمك سكمدا وحاو يرف الأنبياء وأنبياء والرسل يرسوش الله صادري كلهم دماتوا كانوا وحي آيين بشرا بشر دماتوا آذني آيين وأما أن يكون الرسول رسولك إنه وهذا ميا ملكا ملائك فإن ذلك آرنك لا يفي مفرين آيون ومدمين آيون بقرض الرسالة رسالة فرينت يرجيت كيري ومصلحتها مصلحتين هدي إلهي أو ملك صدري لها وآذنها ذلك الجوغة ملك لو صدري لها ورجيت كي رسالة ضبا ماشي وآي كبح له وآي بشر وحا الهالي كرا وحوشي كرا بشر أيه كرا وحق أشي كرا الرسول ملك أهل لو صدره ماشي وحا كبح أيه ورجيت كي رسالة مصلحتين سيدا إي ربان قال هذا دي الله يه وأما أن يكون إنه وهذا ميا الرسول رسولك ملكا ملائك فإن ذلك أرنك لا يفي موفنا بغرض الرسالة رسالة ولجيت كيلي ومصلحتها مصلحة ديني إذ إلا البشر بشرك لا يستطيع ما أود أن يتأسى إنه قد يدو بالملائكة ملائكة رسول الله إنه واحد الله صدر إنه قد يدو وهذه لقاءات بشرك ما أود إنه قد يدو ملائكة ديلا صدره ثم مركا كذب تبقى ويباقي النغون الشبهة الشبهة كما هي سدى أيتي أباقي النغن قال اللوحي لتعالى سري ولو جعلناه هدان كير اللهين رسولك ملكا ملائك لجعلناه وحن كير اللهين رجلا نين وللبسنا وينكده لهين عليهم دشو ذا قال هذا ما يلبسون وحي اللهين إلى أن شبهة وحي روين حق وهرتقان وحيث ما إن المشركين مشركين تكانوا يهين يعترفون قوى قرصا أن إبراهيم النبي إبراهيم وإسماعيل النبي إسماعيل وموسى النبي موسى عليهم السلام كانوا إني أهايين أي أقر سنايين آمن سنايين رسل رسل وكانوا إني أهايين بشرا بشر بل هل كافير نبي إبراهيم نبي إسماعيل نبي موسى مركي لو يديو وحي أرنا رسول إلهي صدر أهايين طيب أمحي أهايين ما بشر أهايين سمرائي أهايين بشر أهايين اللي طيب نبي محمد حاول قد يدين مرك وبشر إلهي صدري ورسوله فإنهم أيقوا لم يجدوا ميسا أهرين مجالا باص للإصرار على شبهتهم شبهات الإيكوسي وضان هذه تنع هذا هو قصة واحد من مرك مرك اللي يديه للنبي إبراهيم إي إسماعيل إي موسى رسول إلهي سوماهنها سو بشر ماهنها نبي محمد حاول قد يدين
وأسعوا ويسمك شبانا وكجوك سدين لكن متكلي لي مالي ولكنه مصي الشيء يقو أبدو وحي موجين شبهة شبهة أخرى كره قال وحي رادين ألم يجد الله ألنو مهر مياء لحمل رسالتي رسالتي سحنباري الديلة يفرنتي سحنباري الديلة إلا هذا اليتيم أقوم كان موين المسكين المسكين كان هوشوا بدرين واحد وأقولنا إن بشر رسول الله قد جاء مركو إلى سبحانه وتعالى أقوم كان آن نقان وأبو ضارب السوكري مركو إلى رسول الله قد جاء ما قلنا بدونه ما قالها النوج وقده رجوا جسيان الله إنه صلاة دينا ما رجس العلي مسار مركو أقوم كان العلي مساري ساسير هذين هل كاس عندنا كدعى وقالوا حيرا ذن ألم يجد الله ألا أمهر مياء لحمل رسالته رسالتي سحنباردي إلا هذا اليتيم أقوم كان موياني المسكين مسكين كأه ما كان الله اللهم أهان الدهين ليترك متكتقاي العظماء عظماء ضدك واوين الكبار أنه واوينه أو من أشراف قريش قريش من ذلك كميدا إيه وثقيف ثقيف معنى واحدين قريش وحي الله ذا رقه قامية قبيلة ثقيف وحي الله ذا رقه قامية رقه اسمه إلهي النوت دور رسول نوغن لغا إلا فهمي ناي ويل أقون أمرك رسول نوغن لغا وحي ذا ما كان الله اللهم أهان ليترك متكتقاي العظماء الرقه واوين الكبار واوين أو من أشراف قريش قريش أشراف تي ذا إي وثقيف قبيلة ثقيف إلهي ما متكوا كتغي أو يرسل صادرا هذا كان أي وحا سيأه إلي إلهي واكور رمو وحي إلهي لولا نزل محال وقصد جنواي هذا القرآن قرآن كاني على رجل نندشي نكاسو من القريتين لبدا مغارة كسو جيدو نكاسو عظيم ننوينو مغعلها مركا لصادرا محمد وأقونا أي معناه وحي كوضان لبدا قريو من مكة مكي والضائف ضائف ضائف إنه جان الله ذا مكانه جان الله ذا نمن كان إلهي صادر له محو صادر محمد أقوانا الله سبحانه وتعالى يا جوابي وقال اللوح تعالى سري ردنا سوء جوابي عليهم دشودا أهم يقسمون ما أيق أياق يبين يقال ذا والله يابي رحمة ربك نحريس ربك إلى وحي جوا نحريس نبي نمذا وان نحريس إلى يقف قدونه رسول خليجا ما أيق هوشا إسكاله ما أيق أياق يبين يمحاك الجريوي أهم يقسمون ما يجا يا قيبنا يا رحمة ربك نحرس ربك يا رسالة يعني أن الوحي وحي السودري إيه والقرآن قرآنك إيه والنبوة النبي النمذا والرسالة يا فرنتا رحمة ونحرس أو من الله الحق كاهات والله ألنا يعلم أسقاء كيف السيدة يقسمه قيبنا يا رحمة ونحرس تيس إيه وإين هلك يضعها والله لغيه إيه فمن روحا يعطيها الله أوصينيه ومن روحا يحرمها الله ديديو قال الله تعالى سرين الله أعلم الله أياكو قال بذن حيث هلكي يجعل أكيريو رسالته رسالة ديس مالك قال هذا هلكا أو إذن وكسو حرنت دودا وكسو حرنت ننكري الرغمنا يانو برندونا والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.